نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن ناصر. تحياتي ليك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي لنجوم كبار كابتن ماهر همام، كابتن حشيش، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. مبروك للنادي الاهلي كابتن. مبروك كابتن. كابتن ايمن، قبل الماتش اتكلمنا كابتن بلال مع كابتن ايمن على امين عمر. كل كلمه اتقالت على امين عمر يا كابتن ايمن، وان احنا كنا بنتكلم على امين كحكم، اللي قلناه قبل المباراه هو ده اللي حصل في المباراه. وقلنا ان امين عمر قادر ان هو يعدي مباراه صعبه تحكيميا، ونشوف الحالات. وقلت لك كمان سمير جمال الحكم المساعد، قلت لك حكم موهوب ومتميز. صحيح. بامانه النهارده الطاقم التحكيم كله كان كويس يا كابتن اسامه، خاصه حكم المباراه والحكم المساعد الاول. اول حاله معانا عشان الوقت كابتن ايمن، هنتكلم على الهدف اللي تم الغاء ونوضح ليه الهدف تم الغاء. هنا الكره عبد القادر، وعبد القادر بيسجل هدف، حكم المساعد هنا على طول اشار على تسلل لاسامه. طيب هل عبد القادر كان في تسلل؟ لا. بالظبط كده. بس هنا بنقول اللاعب في موقف تسلل يا كابتن اسامه. واحده واحده بس، واحده واحده. هنا بس خلاص، هنا كهرباء في جزء من الجسم سابق كابتن اسامه، لحظه لعب الكره من زميله. وهنا لو وقف كهرباء ما عملش اي حاجه يا حشيش، لو وقف خالص. صحيح. لو وقف خالص، لم يتدخل مع المنافس، كان الكره دي كانت ممكن تبقى هدف. ولكن هنا كهربا تدخل مع اللاعب اللي هو اللي قدامه، تنافس مع اللاعب، وبالتالي هنا التسلل كان على كهربا في هذه الحاله. سمير جمال اشار على التسلل، وتقنيه الفار جابت الخطوط وضحت لنا الهدف تسلل. هنا نشوف هنا جزء، وهنا اللاعب اللي هو اقرب لاعب من المدافعين واقف اهو على الخط اللي هو ناحيتنا، وهنا كهربا كان في موقف تسلل. طبعا قرار صحيح شيش من المساعد. صح. برافو سمير جمال. صح. وبرافو تقنيه الفار.